السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة، وعشركم مبروك ان شاء الله، وعيد مبارك سعيد، تعيدوا تعاودوا ان شاء الله باش ما تمنيتوا يا رب العالمين. اليوم جيت نقدم لكم حلوة النشا او حلوة المايزينا، كتجي على هذا الشكل، كتجي زوينة وهشيشة. كنتمنى منكم تتابعوا معايا ان شاء الله، وراه غادي تعجبكم مزيان. وإلا جربتوها كتبوا لي في الكومنتير. دابا غنروح ان شاء الله المقادير. غنحتاج البنات المقادير، عندي هنايا كاس سكر كلاصي، عندي هنايا نص كاس الزيت، عندي هنايا 3 اصفار البيض، عندي 2 خمارات بيكنج باودر، وجوج سكر باني، عندي هنايا علبة الزبدة فئة 250 غرام، عندي هنايا الطحين، وعندي هنا الشوكولات للتزيين، وعندي مايزينا أو نشا من فئة 170 غرام. دابا غنمر باش نوجد الحلوة ديالي إن شاء الله. على بركة الله درت الزبدة ديالي، غنزيد عليها كاس السكر كلاصي، غنزيد البيض، صفار البيض 3، غنزيد الزيت، نص كاس الزيت، غنزيد أكياس سكر الفاني، غنزيد النشا، نزيد الخمارات ديالي، ونجمع العجينة، غنبقى نزيد الطحين شوية بشوية حتى تجمع ليا العجينة. هاهي البنات جمعت العجينة ديالي، كتجي بحال هاد الشكل، كتجي رطبة وهشيشة، رطبة بزاف. صافي دابا غندوز باش نكورها ان
شاء الله. دابا غنكورو البنات على هاد الشكل، العجينة كتجي زوينة رطبة بزاف تبارك الله، لحقاش فيها مايزينة. صافي غندوزو نكورو، غنبقاو نكورو العجينة ديالنا تنساليو إن شاء الله. هيا البنات كملتها، كولت هاد الصينية، دابا غندخلها للفرن ومنين نخرجها نبداو في التزيين إن شاء الله. البنات عندي هنايا الشكلاط دوبته في البماغي، وعندي هنايا البسكوي، بسكوي ديال درهم طحنتو وغنزوق به. ها هي الحلوة ديالنا، غنبداو نهزو وحدة بوحدة وندوزوها في الشكلاط، نحاولو نزولو بقية الشكلاط وغنحطها هنايا، غنحطها في نفس الوقت خصني ندردر عليها هاد البسكوي باش يلصق عليها. هاد الحلوة كتجي زوينة، جربوها راه كتجي روعة وناجحة 100%. هاهي البنات الحلوة ديالي ساليتها كاملة، ودابا غنخليها تنشف ومن بعد غنديرها في صحن التقديم إن شاء الله. هاهي البنات الحلوة ديالي راها كتجي زوينة وشيشة، غنفتح معكم وحدة نقسمها معكم تشوفوها كي كتجي، راها كتجي رائعة، كتجي كتفتت كتدوب في الفم. كنتمنى منكم تجربوها وتجاوبوني في وتجاوبوني في الكومنتير الى عجبتكم. الى عجبكم الفيديو ان شاء الله ديروا لايك واشتراك وبارطاجيو البنات مع احبابكم وصحابكم. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.